السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف السادس الابتدائي، هنكمل النهاردة مع بعض وهنبدأ يونت 3. تعالوا نشوف بيتكلم عن daily activities، بيتكلم عن الأنشطة اليومية. تعالوا نشوف الكلمات المهمة معانا في الأنشطة اليومية. ما تنسوش لايك للفيديو ده وكمان لايك للصفحة بتاعتي على الفيسبوك الإنجليزي أسهل مع مسترة سامي، وكمان متابعة للصفحة بالنسبة لقناتي على اليوتيوب اشتراك ضغط على زرار الاشتراك وكمان ضغط على رمز الجرس عشان يوصل لكم الجديد بتاعنا. متنسوش اصحابكم شير ومشاركة عشان يستفادوا زيكم. تعالوا نشوف الكلمات المهمة معانا النهاردة هي ايه. الكلمات المهمة اللي معانا النهاردة هي كلمة activities اللي هي انشطة، شيري الكرز او الكريز، اكسبنسيف غالي الثمن، فريش حاجة طازة، اوت اوف خلص من عندنا او استنفذنا، بايا فطير، عندنا كمان كوستومر اللي هو زبون، باوند جنيه، بيكر الخباز، توداي اليوم، ليمون الليمون، بيش اللي هو الخوخ، ابل التفاح. طيب تعال نشوف كمان معانا كلمة زي كلمة كايند. كايند دي بتيجي بمعنى موصف بها شخص، يبقى الشخص ده طيب. لما بوصف بها نوع حاجة يبقى بسأل او بسأل عن نوع شيء بسأل برضو بكايند، فبتيجي بمعنى صفة طيب او اسم بسأل عن النوع. تعال نشوف المحادثة بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن ايه. Today's conversation، محادثتنا النهاردة is at a bakery، في المخبز. A man wants to buy abaya، الراجل عايز يشتري ايه؟ فطيرة. تعال نشوف ايه الحوار اللي حصل ما بينهم. طبعا صاحب المكان اللي هو الخباز بيقول Good morning، can I help you؟ صباح الخير انا اقدر اساعدك؟ قال له Yes please، ايوه من فضلك. What kinds of abayas، ايه انواع الفطير do you have today، اللي عندك اليوم؟ قال we have lemon، طبعا عندنا فطير ليمون، peach and apple، وخوخ وتفاح. طبعا الفطار عندهم مختلف عن الفطار عندنا خالص، فما تقارنوش بين حاجتنا وعندهم. do you have any cherry pies، هل انت عندك اي فطير كرز؟ قال له sorry we are out of cherry، احنا نفذ اللي عندنا فطير الكرز، but the apple pies are very nice، ولكن انا برشح لك ايه، بقول لك ان فطيره التفاح بتكون كويسه. اما الراجل ساله قال هاو ماتش ار ذي، تمنهم كام، يبقى ما يسال عن التمن بيسال بهاو هاو ماتش. قال له زي ار 10 باوندز ايتش، الواحده ب 10 جنيه جنيهات. طيب قال له او ذات تو اكسبنسيف، ده غالي قوي. هاو ماتش ار ذا بيش بايز، طيب فطيره الخوخ تمنها كام؟ قال له زي ار 5 باوندز ايتش، ده ايه كل واحده، الواحده بكام؟ بخمسه، خمس جنيهات. قال له اوكي I'll take one، انا هاخد واحدة من بتاعت ايه، الخوخ. قال له great I'll get a fresh buyer for you، انا هنقي لك واحدة ايه طازة، يعني لسه ايه انا مصنعها النهاردة. إيه خلصنا كده المحادثة. تعالوا بقى نشوف إيه. طبعا زي ما انتم شايفين كلمة out of دي كلمة مهمة جدا، لما يقول لي حاجة خلصت من عنده او استنفذت. too expensive، كلمة too قبل الصفة دليل على ان ايه غالية جدا، يعني حاجة يعني او تو دايما بتيجي لما قبل الصفة معناها ان هي حاجة زيادة قوي، زيادة قوي، سواء كان حاجة سخنة او حاجة غالية، فناخد بالنا منها. عندي اما بسأل عن نوع شيء بقول what kinds، اللي انا لسه قايل لكم على كلمة kinds اهي، what kinds of، ايه هي انواع. إيه طبعا قلنا how much، بتسأل عن السعر. طب هنا ليه هو قال we، لما تسأل قال we have lemon، ليه؟ لان هو بيتكلم على بصيغة ان هو بيتكلم على المخبز او على الشركة او على المكان. خدوا بالكم دي بتستخدم في الصيغة دي، ان هو شخص واحد المفروض يقول I have، لكن هنا قال we عشان بيتكلم على بصيغة الجمع على المكان نفسه او على المخبز نفسه. كمان هنتكلم على الانشطة اليومية اللي بنعملها كل يوم، والكلمات دي مهمة مهمة مهمة. walk to school، يمشي الى المدرسة. go to the dentist، بيذهب للطبيب. دو لاندري، طبعا احنا ما بنيجي نحفظها بنحفظها الفعل اللي بيجي معاها ايه وحروف الجر ايه وبعدين الكلمة ايه، فبتتحفظ على بعضها. بعرف ان ووك بتيجي مع تو سكول، يعني المشي بيجي للمدرسة. طب بعرف ان جو ما اجي اروح للدانتس اللي هو طبيب الاسنان باخد معاه جو، ما اخدش معاه ووك، لا اخد جو تو ذا دانتس. طب دو لاندري باخد معاها ايه، غسيل الملابس بياخد معاها دو، عشان دي بتيجي اختياري. طيب عندي كمان شوب فيجيتابلز اللي هو يقطع الخضروات. طيب ايرون اشيرت اللي هو يكوي قميص. سلايس فروت اللي هو يقطعها شرايح، يبقى الحاجه اللي بتقطع شرايح بتاخد ايه، سلايس.
كمان عندنا take a bus يأخذ أتوبيس. wash my hair غسل الشعر. stay home يمكث في المنزل. طيب أمال buy groceries اللي هو يشتري البقالة. برضو المهمة اللي أنا عايزة أعرفها هي كلمة pavement اللي هو رصيف بيجي معاها حرف الجر on the pavement على الرصيف. وبعدين عندي كمان shop assistant اللي هو بائع في محل. طيب جوس ستاند اللي هو محل عصير. هنشوف الأزمنة والأفعال اللي احنا مفروض مهمة عشان نحفظها. هي طبعا دو يعني يفعل، الماضي منها did. عندي كمان جو يذهب، الماضي منها went. باي يشتري، الماضي منها bought. نو يعرف، نيو الماضي منها. في عندنا كمان جزئية محادثة، دي انا هختم بيها ان شاء الله الفيديو ده، بس عشان فيها جزئية جرامر مهمة عايزة افكركم بيها ونشوفها مع بعض. was كريم طبعا وفريند وصديقه، الحوار ما بينهم. تعالوا نشوف كده الحوار بيقول ايه. بيقول له هنا اللي هم قاعدين في الاتوبيس ده، بيقول له was there a mouse beside that tree، وفي فار بجانب الشجرة دي. قال له where فين، قال له beside that tree بجانب الشجرة دي. on the pavement على الرصيف، قال له I don't know. طيب تعالوا كمان نشوف الحوار التاني، المحادثة التانية ما بين الـ girl و shop assistant البنت والبائع في المحل. فبتقول له hi Mr. Adam، ازيك يا مستر آدم. juice. how much is a medium apple juice، ايه هو سعر عصير الابل جوز التفاح، بس هي عايزة الحجم الوسط. قال لها it's 2 pounds باتنين جنيه. قالت له great عظيم، I'll take one please، هاخد واحد من فضلك. وقبل please طبعا كلمة كومة. قال لها here you are، اتفضلي. طبعا بعد كده عندنا نيجي المحادثة اللي بعد كده، بتقول ما بين منى وما بين الفريند صديقتها. فبتقول لها look my apple is bigger than your apple، انا تفاحتي اكبر من تفاحتك. قالت لها but I am so hungry، بس انا جعانه جدا. قالت لها here you can have mine، اتفضلي انت كنت تاخدي كمان بتاعتي. قالت لها thanks، شكرتها على ادبها وعلى ذوقها. طيب انا عندي هنا اللي يهمني في جزئيه الجرامر هي الصفه وبعدين ar ثم than. تعال نشوف مع بعض ازاي. اما اجي اقارن بين شيئين ففي الصفه طبعا مقارنه، بس في الصفه بقول is، طبعا لو هي حاجه مفرد فبقول is my apple is، لو هي جمع بقول are. طيب بقول is وبعدين الصفه بيبقى اخرها ar وبعدين than، دايما ar دايما معاها than، خدوا بالكم. طيب انا عندي big، طبعا big بضاعف فيها الجي، هي بس الحاله دي بس، وبحط bigger than اكبر، my apple is bigger than your apple. الشاذة في الصفة الأخيرة ER هي كلمة صفة good، good يعني جيد. أما أجي بعمل مقارنة بتبقى better، بتتحول لكلمة better. كمان عايز أكلمكم عنها، هي لما إحنا قلنا في الأول was there a mouse beside that tree، وفي فار بجانب الشجرة دي، استخدمنا ذات لأن هي الشجرة مسافتها بعيدة عنهم. طيب الجمع، تعالوا نفتكر كده، دي أسماء، دي إشارة، أسماء إشارة لما كنا بنقول ذات بمعنى هذا أو هذه ليه الشيء البعيد. طب ولا وذس شيء قريب، هذا او هذه للشيء القريب. طب جمع ذات، لو تفتكروا كنا قبل كده قلنا في فيديو ان هنا دي اي يبقى هشيلها واحط او، نفس الدايره بس من غير الشرطه بتاعه الاي، واحط الاس اي تبقى زوس. زوس ديت الايه للجمع البعيد. طيب الاي، الاي سهل قوي تتحول تبقى اي، فتبقى ذس للمفرد القريب وزيس للجمع القريب. بكده الفيديو بتاعنا خلص، اذا استفدتوا منه تنسوش تضغطوا لايك والاشتراك في صفحتنا. في امان الله.